ناس كتير وهي عامله دايت بتتجه ان هي ممكن تاخد في السناكس بتاعتها زبادي. طب ينفع لو انا عامل دايت اخد زبادي دانت اللي هو بالفليفرز زي الكراميل اللي قدامك فانيليا وفي كمان منه شوكليت، هل هو سعراته الحراريه عاليه وينفع معانا ان انا اخده كسناك بديل للزبادي العادي ولا لا؟ تعال كده نشوف. تعال بقى نبتدي باهم واحد واشهرهم، هو دانت كراميل. دانت كراميل بيديلك 118 سعر حراري شبه ما انت شايف كده في المربع اللي مكتوب عليه انرجي، وتحت كمان لو بصيت من ضمن مكوناته هتلاقي ان هو فيه سكر. تعال بقى نخش على التاني، دانت فانيليا، بيديلك 114 سعر حراري وبرده كمان من ضمن مكوناته سكر. مش اي حاجه من ضمن مكوناتها سكر لازم نبعد عنها 100%، ممكن ندخلها نكسر بيها روتين الدايت. طيب تعال نروح للتالت، دانت شوكولاته، هتلاقي ان هو ده على واحد فيهم عشان طبعا الشوكولاته سعراتها عاليه، فهيديلك 125 سعر حراري وبرده من ضمن مكوناته سكر. وكالعاده هقول لك ان هو مش افضل اختيار عشان السكر، بس مش معنى كده برضو ان هو ممنوع علينا، يعني ممكن تدخله معاك في الدايت من مبدا كسر الروتين. ما تنساش بقى اللايك والفولو واعمل لي كمان سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ولا عايز تتابع معايا اونلاين تغذيه وتدريب ابعت لي دايركت مسج على انستغرام وهبعت لك التفاصيل.